السلام عليكم أعزائي المشاهدين. نجم سهيل نتوقع ظهوره في جنوب الجزيرة شبه الجزيرة العربية فجر الغد، وأيضا متوقع ظهوره في دولة الكويت في 4 سبتمبر إن شاء الله للشهر القادم. وأيضا أعزائي المشاهدين، الطوالع والنجوم ليس لها علاقة في تنبؤات الطقس، ولكن أهل البادية قديما كانوا يستدلون عبر هذه النجوم للفصول الانتقالية من فصل الشتاء وأيضا فصل الصيف وفصل الخريف وأيضا فصل الربيع. الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء حارة ورياح جنوبية شرقية سرعتها 4 كم/ساعة، درجة الحرارة الحالية 45 درجة مئوية، الرطوبة النسبية متدنية 13%، أما الرؤية الأفقية جيدة تزيد عن 12 كم/ليلة الليلة. أجواءنا تميل الحرارة وأيضا أجواءنا جافة واستمرار الرياح الشمالية الغربية قد تصل سرعتها إلى 32 كم/ساعة، ودرجة الحرارة متوقع في منتصف هذه الليلة مدينة الكويت 37 درجة مئوية، زرنا الشمالية وأربع بوبيان وفيلتشا ما بين 34 إلى 37 درجة مئوية. في مساء الغد أجواءنا حارة وأيضا استمرار الرياح الشمالية الغربية متوقع نشاط على فترات تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 40 كم/ساعة. وأيضا أعزائي المشاهدين، درجات الحرارة العظمى متوقع في مساء الغد على المناطق الساحلية ما بين 42 إلى 46 درجة مئوية، المناطق الشمالية والشمالية الغربية من دولة الكويت السالم الشقاية قد تصل إلى 47 درجة مئوية. الأجواء البحرية إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة جيد لممارسة أي نشاط بحري، وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاع الموج من 2 إلى 4 أقدام. مواقيت بإذن الله على حسب التوقيت المحلي مدينة الكويت، موعد أداء الفجر الساعة 3:57، موعد شروق الشمس الساعة 5:51، أما غروب الشمس في الساعة 6:26. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله نتوقع استمرار الأجواء الجافة أعزائي المشاهدين حتى يوم الخميس، مع استمرار الرياح الشمالية الغربية نشاطها على فترات قد تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، ودرجات الحرارة العظمى متوقعة قد تصل إلى 46 درجة مئوية، بالنسبة للصغرى متفاوتة ما بين 31 إلى 32 درجة مئوية، ولكن تعود الأجواء الرطبة نسبيا ابتداء من يوم الجمعة مع تحول الرياح إلى رياح الكوس الجنوبية الشرقية، الأجواء راح تكون رطبة وحارة خلال فترة النهار، ودرجات الحرارة العظمى متوقعة ما بين 45 إلى 46 درجة مئوية، بالنسبة للصغرى متفاوتة ما بين 30 إلى 31 درجة مئوية، وعبور بعض السحب المتفرقة وذلك بسبب ارتفاع الرطوبة لأكثر من 70%. إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية أعزائي المشاهدين، شكرا على حسن المتابعة، والآن مع درجات الحرارة حول وصل العالم.